السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو إن شاء الله غادي نشرح لكم كيفاش تحولوا لغة المجيب الآلي من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، أو من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية على الشركة ديال إينوي، الناس اللي كيستعملوا الشريحة أو الكارتة ديال إينوي. اذا قبل ما ندخلوا في التفاصيل، اذا كانت لك هذه اول مشاهده، ما تنساش الدعم ديالي بالضغط على زر الاشتراك والمتابعه ولايك، وما تنساش تبارطاجي تعمل مشاركه لهذا الفيديو. اذا غتجي لهذه البلاصه بحال غادي تعيط على شي واحد، ومن بعد غتكليكي في هذه البلاصه، ومن بعد غادي تكتب 120، ومن بعد غادي تكليكي على اتصال. اذا بطبيعة الحال هاد الشرح ديال الانوي انا غنختارو انوي. العروض الخاصة يضغطوا على اذا كيف ما كتسمعوا دابا حاليا لغة المجيب الالي عندي دابا حاليا في هاد الشريحة باللغة العربية، اذا غادي نحولوه باللغة الفرنسية. اذا غادي نكليكو في هاد البلاصة لوحة المفاتيح، ومن بعد غادي نكليكيو على 6. للعربية اضغطوا على الزر 1، بور لو فرونسي، ومن بعد غادي نكليكيو على 2. Votre demande a été enregistrée. Pour le confirmer, composez 1. Pour le modifier, votre nouvelle langue. إذا دابا حاليا لغة المجيب الآلي حولناها من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية. إذا دابا في حالة ما إلى بغينا نحول لغة المجيب الآلي من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، إذا مباشرة غادي تعمل نفس الخطوات كيف ما شرحنا سابقا. غتجي يعني غتكليك على ديك البلاصة كيعيطوا منها، غادي غادي تدخل 120، ومن بعد غادي تختار الشريحة أو الكارتة ديال الإينوي، ومن بعد مباشرة غادي تكليكي على 6. إذا دابا حاليا غنرجعوا لهذه البلاصة هذه ونعاودوا الطريقة باش يكون الفهم للجميع إن شاء الله. إذا من كليكين على هذيك البلاصة غنكليكيو كذلك على هذه البلاصة، ومن بعد غادي نكليكيو على 120، ومن بعد غنكليكيو على اتصال، ومن بعد غنختاروا إينوي، ومن بعد غنكليكيو في هاد البلاصة مباشرة غنكليكيو على 6. للعربية اضغطوا على 1، بور لو فرونسي تابي، لقد تم تسجيل طلبكم لتأكيد اضغطوا على الزر 1. إذا دابا حاليا هي العربية، بدلنا لغة المجيب الآلي من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية. إذا كنتمنى من الله يعجبكم هاد الفيديو. إذا غنخلي لكم هاد القائمة التشغيل، غتلقاو فيها جميع الشروحات الخاصة بالاتصالات الوطنية ديال المغرب وكذلك الاتصالات العالمية. إذا ما تنساوش تبارطاجيو هاد الفيديو. تحية لكم والسلام عليكم.